الشمس بيعلن بداية يوم جديد. يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة لكل حد فينا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، وكمان برحب بأندرو في الاستوديو. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة نهاية الأسبوع يوم الخميس 29 أغسطس 2024. إن شاء الله أنا ومارينا هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، حلقتنا بتنقسم لثلاث فقرات. الفقرة الأولى دائما وأبدا بتكون الفقرة الإخبارية اللي بنقول فيها أهم وآخر الأخبار اللي حصلت مؤخرا. كمان النهاردة عندنا قراءة للمقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال جديد يأتيكم من المصر اليوم بعنوان لا أقدر أن أبيع مدينة السلام. وفقرتنا الثانية بتبقى الفقرة الصحفية اللي بنتابع فيها أهم وآخر المنشطات اللي بتتصدر الصحف المصرية، وهيكون ضيفنا عبر الهاتف في هذه الفقرة الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم. أما بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة فهنتكلم فيها عن موضوع مهم وخطير جدا جدا جدا، كلنا يمكن بنبقى محتاجينه في يومنا العادي باستمرار. الحقيقة برغم ما نمر به من أزمات وخوف واكتئاب في ظل الأوقات اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وفي ظل الصراعات اللي بتبقى حوالينا في كل مكان، وفي ظل الأخبار اللي بتبقى منتشرة كمان حوالينا في كل مكان سواء سوشيال ميديا أو تلفزيون أو أي شيء، الحقيقة ساعات كتير بنبقى محتاجين شوية طاقة إيجابية نكمل بيها يومنا، شوية طاقة إيجابية نقدر نروح بيها الشغل، شوية طاقة إيجابية نقدر نتعامل بيها مع اللي حوالينا. موضوع مهم جدا محتاجين نتكلم عليه، كيف نبحث عن الطاقة الإيجابية وإزاي نلاقي الطاقة الإيجابية وكيف نتعامل مع الطاقة الإيجابية بشكل صحيح. ده موضوعنا في الفقرة الأخيرة. هذا الموضوع هيكون مع زميلتي مارينا وضيفتها هنا في الاستوديو دكتورة نسرين كامل استشاري تنمية بشرية وعلاقات أسرية، والحقيقة هذه الفقرة هتكون في غاية الأهمية، أتمنى تتابعوها. بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه، وهنروح دلوقتي لخبر خاص بالبنك المركزي اللي بيحقق ربح لاول مره من 7 سنين. البنك المركزي في السنه الماليه الماضيه تحول الى الربحيه زي ما قلت لحضراتكم لاول مره من 7 سنين. طيب ده ايه علاقته بالمواطن المصري، وهل له تاثير على المواطن المصري؟ وبالتاكيد نحن نتحدث عن تاثير ايجابي، وكمان عايزين نعرف بقى الأرقام اللي سجلها البنك المركزي عشان نعرف كيف تحول إلى الربحية بالفعل. عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة الأسواق المال والبورصة. يا أستاذة حنان بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أندرو، صباح الخير يا مارينا. صباح الفل، منورانا دايما ومشرفانا. ده نوركو يا حلوين. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا في البدايه نسال حضرتك عن العوامل الرئيسيه التي ادت الى التحول في البنك المركزي الى الربحيه، وكمان ممكن عشان الساده المشاهدين تفهم اكتر الموضوع ممكن نتكلم بلغه الارقام. تمام. احنا كان البنك المركزي بقاله 7 سنين بيحقق خسائر، هو كان يعني اخر سنه كانت خسائره 86.28 مليار جنيه، السنه دي حقق خسائر 32.834 مليار جنيه. هو طبعا بيمسك الدفاتر بتاعته او بينهي السنه الماليه في 30/6. ليه بقى ابتدى يحقق ارباح بدل الخسائر؟ طبعا ابتدى ان هو يتخلى عن المبادرات اللي كان بيقدمها، فكان بيقدم 5 مبادرات، منها التمويل العقاري المحدود متوسط الدخل، منها لقطاع الصناعه، السياحه، تحويل عمل السيارات بالوقود الى البنزين والغاز. دي كلها المبادرات دي قالت الى وزاره الماليه. في كمان سبب ثاني ان هو في صندوق النقد الدولي طلب من الجهات الحكوميه المديونه للبنك المركزي ان تساوي هذه المديونات حتى تصبح صفر. طبعا اتشال عن كاهل البنك المركزي مديونيه كبيره وهي في طريقها ان هي تساوي هذه المديونيات. وثالث حاجه هو مشارك في اصول للعديد من الشركات بتحقق ربحيه، فده يعني نهض بنسبة الأرباح، منها يعني شركة من الشركات حققت تقريبا 4 مليار جنيه
ارباح في السنه الماليه، وده طبعا انعكس على ميزانيه البنك المركزي. صحيح. طيب ليه احنا بنقول ان البنك طبعا المركزي تبع حدثين في كليه التجاره ان هو بنك البنوك وهو اللي منظم الايقاع المصرفي في السوق المصري. طيب ايه اللي بيفيدني انا كمواطن لما اعرف ان البنك المركزي تحول الى ربحيه؟ ده بيديني فكره ان النظام المصرفي نظام قوي، وان السياسات اللي بتتبعها البنك المركزي هي سياسات جيده وسياسات تدعم الاقتصاد الوطني، لان لو هو كان استمر في الخسائر ده معناه ان يعني الراس فيها مشكله، يبقى طبعا بقيه الاعضاء فيها مشكله. اكيد. فيعني بتحقيق هذه الارباح ده بيبرهن طبعا الحمد لله يعني قياده البنك المركزي هي قياده جيده وقياده واعيه، وكمان تقدر تطلع الاقتصاد من الازمه الاقتصاديه الراهنه اللي احنا طبعا الناس كلها بتتكلم عليها، بتقول على غلو الاسعار، بتقول على الازمات الاقتصاديه المتواليه. لا كده احنا ممكن نبقى مطمنين ان الفتره القادمه هتبقى فتره افضل. وكمان في ظل حاجه مهمه جدا، البنك المركزي بيقوم بمساعدة البنوك على الاستثمار بطريقة كبرى، وكمان بيدعم النظام المصرفي من خلال التدقيق بقى على منح القروض والملاءة المالية بتاعت كل مقترض، عشان ما نرجعش بقى للأزمات اللي كانت أدت إلى إفلاس العديد من البنوك. وشفنا حوالين العالم قصص كبيرة الإفلاس أدت إلى انهيار اقتصاديات، وأدت كمان إلى انخفاض مؤشرات الأسواق المال والبورصة. طب أستاذة حنان، إيه التحديات اللي ممكن تواجه البنك المركزي أكتر في الفترة اللي جاية وعشان يقدر إن هو يحافظ على موضوع الربحية ده؟ إزاي هيقدر إن هو يتغلب على التحديات دي؟ طبعا من أهم التحديات اللي بتواجه البنك المركزي هو السيطرة على معدلات التضخم، لأن معدلات التضخم دي بناء عليها بيتخذ البنك المركزي في لجنة السياسات النقدية قرارات تتعلق بسعر الفايدة، فكلما استطاع ان هو يدعم الاقتصاد في خفض معدلات التضخم بيبقى عنده القدرة على اجراء سياسات تيسيرية، السياسات التيسيرية اللي بتخفض من تكلفة التمويل وبتعلي من قيمة النمو وقيمة القدرة الشركات على النهوض بنشاطها والاستمرارية في أداء وظائفها. طيب أستاذة حنان، عايز أسأل حضرتك كمان عن الذهب، الرصيد الذهب نما في البنك المركزي خلال العام المالي الماضي المنتهي بنسبة 90.6% مسجلا 454.92 مليار جنيه من نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023. إزاي أو إيه أهمية زيادة رصيد الذهب في البنك المركزي في العام المالي الماضي؟ هعلق لك بس تعليق بسيط، لان اعلن البنك المركزي عن شراء اطنان من الذهب في العام الماضي، الناس كلها قالت ايه ده بيشتروا على سعر عالي جدا جدا، هم مش مستنيين ليه لما السعر ينخفض شويه. طبعا في ظل الارتفاع المتوالي لاسعار الذهب وفي ظل الازمات الجيوسياسيه المستمره والتصعيد في منطقه الشرق الاوسط التي اصبحت منطقه ساخنه اكثر سخونه، طبعا شفنا ارتفاعات سياسيه اسعار الذهب في الداخل وفي الخارج، والذهب ده بيعتبر داعم اساسي لاحتياطي النقد الاجنبي والاحتياطي لدى البنك المركزي، لانه بيكون مقوم بالدولار الامريكي، فعن طريق احتفاظ والشراء وعمل احتياطي قوي من الذهب قدر البنك المركزي يزيد احتياطي النقدي الخاص بيه، وكمان مع ارتفاع الذهب عالميا ابتدى ان هو يقاوم بسعر السوق، ابتدى نشوف ان احنا عندنا زياده يعني تزيد عن 90% من القيمة السابقة اللي هو تم الشراء بيها، وده طبعا بيدعم أنشطة البنك المركزي، بيدعم أنشطة الدولة. لكن أن تعلم أن احتياطي النقد الأجنبي ده يعتبر بالنسبة للبنك المركزي أو بالنسبة للدولة زي التحويشة اللي أنت بتحوشها عشان الزمن. صحيح. صحيح. هذا كل ما بيزيد القدرة على أن تواجد هذا الاحتياطي، ده معناه أن أنت بتوفي بالتزاماتك وتوفي ب احتياجاتك الاساسيه، وكلما طالت الفتره ده معناها ان في شيء صح، ان انت عندك الفتره المثلى 3 شهور، انت بتتكلم دلوقتي من 7 ل8 شهور انك انت عندك قدره على تامين احتياجاتك، عندك قدره على التزاماتك، فده معناه ان انت بتسير في الطريق السليم، ومعناها
ان انت فيما بعد تحصل على تصميمات ائتمانيه جيده تدعم مسافه الاستثمار المتدفق اليك من الدول الاخرى، وكمان بيساعدك ان انت تبقى لما تحتاج قرض من اي جهه عالميه تقدر تحصل عليه الاولويه، لانك مركزك المالي هو مركز كوب يعبر عنه بالارتفاع المتوالي في احتياطي النقد الاجنبي. صحيح، يا رب دايما نسير في الطريق السليم أستاذة حنان، وإن شاء الله دايما اقتصادنا في نمو. أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال والبورصة، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذه التحليلات الأكثر من رائعة. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معي. لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية ل9.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة، والفول وغيره. ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر، بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1.4 مليون طن عام 2014 ل3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكتر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل9.6 مليون طن بعد ما كان 8.5 مليون طن. ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة، فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهالينا، لأجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة، والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد. الفترة اللي فاتت كان في ارتفاع كبير جدا جدا في أسعار الخضار، مثلا الطماطم، البطاطس، الكوسة، في كذا نوع خضار أسعارهم عاليت بشكل كبير، فاحنا محتاجين نعرف ايه سبب زيادة أسعار الخضروات الفترة اللي فاتت. معنا دلوقتي على التليفون الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج حسين، منورنا دايما في صباح مين. صباح النور يا استاذ مارينا، وصباح الخير على استاذ أندرو وجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا دايما. أهلا بحضرتك حاج حسين، ايه سبب زيادة اسعار الخضار الفترة اللي فاتت؟ والله طبعا اسباب ارتفاع اسعار الخضار، يمكن كل خضار له اسباب لوحده، لكن الاسباب العامة كانت التضخم، ارتفاع درجات الحرارة بدرجة كبيرة جدا اللي هو قلل الانتاجية،
زيادة التكلفة، فاصل العروات، زيادة الحلقات الوسيطة. دي الأسباب العامة لارتفاع الخضروات في الفترة اللي فاتت دي. طب يا حاج خليني أسأل حضرتك، لأنه برضو ده أكيد سؤال بيجي في دماغ المشاهدين دايما، المساحات المنزرعة من الخضروات مثلا على سبيل المثال لو هنقول الطماطم، الطماطم أسعارها زايدة بقالها فترة كبيرة جدا ولحد دلوقتي، فممكن يكون المساحات المنزرعة ليها علاقة؟ بالتأكيد يا زندرو، طبعا احنا بنزرع طماطم طوال العام حوالي 500,000 فدان، يعني 500,000 فدان بينزرعوا طوال العام في 3 عروات أساسية، عروة صيفية، عروة خريفية، عروة شتوية. يعتبر أقل العروات فيهم العروة الخريفية، بتيجي في فصول اللي درجة الحرارة فيها مرتفعة، تبقى طبعا الزرع ما بينموش بصورة عادية وبالتالي بيتأخر إنتاجه وتبقى إنتاجه أقل، ففي الفترات دي بيرتفع فيها الأسعار عموما. تاني حاجة إن في حاجة اسمها فصل العروات، لما نتكلم على عروة صيفية وعروة خريفية، العروة الصيفية لما بتيجي تنتهي والعروة الخريفية لسه ما بدأتش، الفترة دي بنسميها فصل عروة، ما يبقاش فيه محصول وبالتالي بترتفع فيها الأسعار، ودي فترة بتبقى من 15 ل 20 يوم غالبا. طماطم عندنا احنا يعتبر في مصر عندنا اكتفاء ذاتي من الطماطم، وبنصدر طماطم مجففة ومعلبة وطازجة، ما عندناش أي مشكلة في الطماطم، إلا أن طبعا التغير في الأسعار معروف في الطماطم من زمن بيسموها المجنونة، لأن الطماطم من الخضر من الفواكه حتى اللي هي سريعة التلف، وبعدين أن هي طبعا أي حد تاجر بيشتري على قد يومه، لأنه ما بيعرفش يخزنها، بالتالي عايز يشتري طماطم كل يوم. وإحنا عندنا في مصر يعني الحمد لله بفضل المناخ اللي موجود يعني متغير في المحافظات عامة، فعندنا طماطم طوال العام، وعندنا حاجة اسمها تدخل العروات، يعني حتى احنا النهارده بنتكلم على 3 عروات، لكن الحقيقة هو في أكتر من 6 عروات موجودة، في طبعا عروة صيفية مبكرة وعروة صيفية متأخرة، في عروة شتوية مبكرة وفي عروة شتوية متأخرة، يعني في تداخل، فاحنا عندنا طماطم طوال العام. وأنا ببشر كل الناس اللي بتسمعنا ان الطماطم يعني على شهر 11 هي تبدا من شهر 10 انخفاض، لكن في شهر 11 هتنخفض لنصف الثمن اللي احنا شايفينه، خاصه بعد العروه الشتويه ما تبدا تدي انتاجها، لانها يعتبر اكبر العروات والطماطم تبقى فيها وفره كبيره جدا. طب يا حاج حسين، مثلا باقي الخضار امتى هنقدر نحس ان في تغير او انخفاض في اسعار باقي الخضار في السوق؟ والله طبعا احنا بنتكلم على فصل الشتاء عموما، هيبقى في انخفاض في كل اصناف الخضروات، خاصه البطاطس والطماطم والخيار، لان هم مرتفعين دلوقتي اهوت، طبعا في الشتاء طبعا العروات بتاعتهم بتبقى اكبر كميه وبيبقى في الطلب عليهم قليل، لكن برضو احنا بنتكلم على الناس ممكن تلاقي في ارتفاع في بعض الفواكه اللي هي اساسا فواكه صيفيه مش هتبقى موجوده في الشتاء، فبالتالي بتبقى مخزنة. يعني احنا على سبيل المثال النهاردة المانجا رخيصة جدا، اعلى حاجة 30 جنيه ممكن ترفع في الايام اللي جاية لانها تنخفض العرض بتاعها في السوق، كذلك العنب والحاجات دي اللي هي طبعا بتنتهي في فترة الصيف وبتبقى مش موجودة في الشتاء، لكن هنلاقي فواكه بقى بتاع الشتاء البرتقال وخلافه. فاحنا بنتكلم على في حالة عامة من التضخم في العالم كله وفي مصر، يعني المواطن لازم ما ينساش ان احنا برضو مش زي الاعوام اللي فاتت، يعني هيبقى في زيادات، لكن ان شاء الله الانخفاض هيبقى بقدر الناس عايزاه ونقدر نتعايش مع الوضع ده لغايه ما الامور الاقتصاديه تتحسن في العالم وفي مصر ان شاء الله. الحاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في اخبارنا، فاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معنا.
أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم. والحقيقة إنه سيادة الوزير أشار إلى الإجراءات التي قامت بها مصر في تحسين إدارة المياه في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال استراتيجية أو من خلال تحديث استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050. بالتأكيد هذه الاستراتيجية استراتيجية مهمة جدا جدا، لأن هذه الاستراتيجية بتورينا إزاي مصر هتقدر إنها تستخدم المياه أو يعني تكون رشيدة في إدارة الموارد المائية خلال 2050. فبالتأكيد هذه الاستراتيجية مهمة جدا التي أشار إليها الدكتور هاني سويلم في الجلسة رفيعة المستوى. وبالتأكيد نحن نريد أن يعني نعرف أكتر عن هذه الجلسة الهامة التي شارك فيها. فعشان كده خلونا نرحب بالمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. يا باشمهندس برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح النور يا حمد. اهلا بحضرتك. لما بنيجي نتكلم عن الاستراتيجيه الحقيقه يا باشمهندس، بالتاكيد نحن نتحدث عن تعديلات ادخلتها مصر خلال السنوات الماضيه في موضوع اداره تحسين المياه. فممكن حضرتك تكلمنا عن اهم الاجراءات والتعديلات التي ادخلتها مصر في ملف المياه بالتحديد؟ هو بالفعل يعني عمليه تطوير لخطه الموارد المائيه لعام 2050 هي أمر هام، وخاصة في ظل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية واللي بتظهر بوضوح في مصر والعديد من دول العالم. والسبب في نتيجة لهذه التغيرات الواضحة يكون في تأثيرات كبيرة على قطاع المياه في مصر. وعلشان كده الدكتور سويدة موجه بالتعديل وتحديث الخطة 2050 بإضافة هذا البعد الجديد اللي بيأثر على قطاع المية في مصر وعلى مواردنا المائية، وهو التغيرات المناخية وكيف تؤثر على قطاع المياه، بحيث أنه من خلال هذه الاستراتيجية هيكون عندنا سياسات جديدة ومشروعات مختلفة الهدف منها إزاي نزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع هذا التحدي اللي هو تغير المناخ. وبالتالي كان التوجيه بإدراج ملف تغير المناخ فيما في مشروعات الوزارة وسياساتها وإجراءاتها المختلفة. باشمهندس صباح الخير، برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم عن الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، ايه التعديلات او ايه العناصر الجديدة اللي تمت اضافتها للجيل الثاني، وازاي هتساهم اكتر في تحسين او في تحسين كفاءة استخدام المياه؟ طبعا المشروعات العديدة اللي الوزارة بتقوم بيها الهدف الرئيسي منها هو المياه. الثاني من خطوط الموارد المائية هو تطوير كيفية إدارة مواردنا المائية بالاعتماد أكثر على التكنولوجيا والأفكار الحديثة والأفكار المبتكرة والمواد الطبيعية الصديقة للبيئة. إجراءات متعددة بتخلي عملية الإدارة أكثر كفاءة وفاعلية ودقة. الاعتماد مثلا مش مهندس محمد استاذن حضرتك لو مكان في شبكة اكتر. الاعتماد على حضرتك سامعيني كده؟ الاعتماد مثلا على صور الاقمار الصناعية في عملية إدارة ورصد المحاصيل المختلفة. أيضا الاعتماد على العديد من البرامج الحديثة والنماذج الرياضية في عملية توزيع المياه، أمر مهم بيمكننا من تدقيق عملية توزيع المياه وتحسين إدارتها. أعمال تطوير منظومة التحكم الآلي في المنشآت المائية بيمكن أيضا من تحسين عملية توزيع المياه وتنظيم عملية
وكميات دخول المياه للترع وخلافه. فهنا الاعتماد اكتر من خلال الجيل الثاني لمنظومه الري ان احنا بنخرج من الاداره التقليديه الى اداره تعتمد اكثر على التكنولوجيا وعلى النظم الحديثه في اداره الموارد المائيه. طيب باشمهندس، حضرتك تحدثت عن اداره المياه والتكيف مع التغيرات المناخيه، ايه التحديات اللي بتواجه مصر في هذا المجال بالتحديد؟ هو التكيف مع المناخ امر هام جدا، وخاصه ان التغيرات المناخيه بتاثر على قطاع المياه في مصر في اكثر من اتجاه. ارتفاع درجه الحراره اللي بتاثر على زياده استهلاك المحاصيل، وايضا تاثير السيول الومضيه اللي بتحصل في المحافظات العديده المعرضه للسيول في مصر، تاثير ايضا على السواحل الشماليه من خلال النواه البحريه والتاثير على المناطق الساحليه، وارتفاع منسوب سطح البحر اللي ممكن ياثر على المياه الجوفيه الموجوده في المناطق الشماليه في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي. كل دي تاثيرات واضحه للتغيرات المناخيه اللي بتاثر على قطاع المياه في مصر. اكيد باشمهندس، عاوزين حضرتك تكلمنا عن مبادره اوير يعني للتكيف مع التغيرات المناخيه، وازاي هتاثر الفتره اللي جايه. هي الحقيقه مبادره هامه جدا اطلقتها مصر في مؤتمر كوب 27 في عام 22 اللي عقد في شرم الشيخ. المبادره دي اطلقتها مصر ولكنها مبادره دوليه، الهدف منها هو حشد التمويلات من الجهات الدوليه المختلفه ومن الشركاء ومن الدول المانحه لتنفيذ مشروعات على الارض في الدول الافريقيه والدول الناميه. المشروعات دي الهدف منها هو التكيف مع تغير المناخ في هذه الدول. الدول الافريقيه قدرتها على تمويل هذه المشروعات محدوده للغايه، وبالتالي الدول اللي كانت متسببه، الدول الغنيه اللي كانت متسببه في التغيرات المناخيه، ستسهم تحت هذه المبادره في تمويل وتنفيذ مشروعات في الدول الافريقيه تمكنها من التكيف بشكل اكبر مع التغيرات المناخيه. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بنشكر حضرتك جدا فندم على هذه المداخلة. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، وهنتكلم دلوقتي عن انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، واللي بدأ حفل الافتتاح فيها امبارح الساعة 9 مساء من أمام المسلة المصرية في ميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا دلوقتي على التليفون دكتور مدحت رشدي المحلل الرياضي ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا دكتور، منورنا دايما في صباح مي. الله يخليك، صباح الخير ديكي والحمد طبعا والاستاذ عبدرو، صباح الفل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، عاوزين حضرتك تكلمنا عن فكره عن دوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024. طبعا دي النسخه رقم 17، بيشارك فيها 4400 رياضي بيتنافسوا على ميداليات خاصه ب 22 مسابقه لالعاب مختلفة. هي الدورة بصفة عامة دي 17 زي ما احنا بقولنا، لكن تم تأسيس هذه الدورة بفكرة كانت في 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لما نظم الدكتور لودويج جوتمان
بطولة رياضية مصغرة للمحاربين القدامى اللي هم أصيبوا في الحرب. طبعا كانوا في مستشفى ستوك ماندفيل بلندن، دي كانت طبعا تزامنت مع أولمبياد لندن في نفس العام، لكن استمر هذا الأمر حتى تم عمل أول دورة أو تنفيذ أول دورة رسمية عام 60 في روما لزور الإعاقات والإصابات، زي مثلا الباتر ضعف البصر والشلل وهكذا. طبعا الألعاب مختلفة في هذا الأمر، يعني في المسابقات دي مهم مثلا على سبيل المثال لعبات الشهيرة لأصحاب الهمم اللي هم ذوي الإعاقات، السلة من على الكراسي المتحركة، السباحة، البرلمبية، القوة، التزلج على الجليد، الجودو البرلمبي وهكذا. وطبعا يعني هي مدتها بتبقى قد ايه يا دكتور؟ ايه؟ مدة الدورة بتبقى قد ايه يا دكتور؟ مدتها حوالي 20 يوم، يعني نفس المدة بتاعت طبعا هي بتعقب الدورة الأولمبية في نفس المدينة 20 يوم، وثم بعد ذلك تبقى من المرة دي بقى من يوم 28 أغسطس اللي هو من أمس حتى 8 سبتمبر. حاجة جميلة يعني بأمانة. طب يا دكتور عاوزين نتكلم عن مشاركة مصر وكمان الأبطال المصريين المشاركين فيه. مصر بتشارك ب54 بطل، بعثة كبيرة طبعا في 10 لعبات. حمل العلم المصري في حفل الافتتاح بالأمس زي ما احنا شفنا البطلة رحاب رضوان في الأثقال وعلي الزيني في التجديف. طبعا مصر حققت قبل ذلك طوال المشاركات الخاصة في نفس النسخ من هذه الدورة 184 ميدالية في الدورات السابقة، 49 ذهب، 68 فضة، 67 برونز. من برضو أصحاب الإنجازات فيها البطل شريف عثمان 3 ذهب، محمد الديب، رندا تاج الدين. طبعا دي الأمور السابقة يعني، حتى وهذه المرة شيء جميل إن عندك عدد كبير من البطلات مشاركين في المشاركات في هذه البطولة، بالضبط 17 مثلا لاعبة في 10 رياضات. طبعا مصر بتشارك في 10 لعبات طبعا في هذه الدورة يعني. طب يا دكتور الحقيقة يعني أنا عارف أنه حضرتك دايما بتمتلك كواليس خاصة ليها علاقة يعني بالاتحادات وما يجرى في الاتحادات، فقول لي إيه اللي هيحصل مع المنتخبات المقبلة للاتحادات وما يجرى الآن باتحاد الكورة، لأنه برضو ده سؤال يفرض نفسه يعني. طبعا قبل هذه النقطة المهمة، طبعا انطلق طبعا ده امر متعلق بواحد بالاتحادات وخاصه اتحاد الكره اللي حصل بالامس. طبعا مصر بتستعد حاليا لماتشين مهمين في بدايه تصفيات امم افريقيا اللي هتقام في المغرب ما بين شهري مثلا عندنا ديسمبر 21 ديسمبر 2025 وتنتهي في 20 وتم اختيار القائمه على ما اعتقد، صح يا دكتور؟ القائمة معلنة، بس الفكرة انت لما بدأت بالأمس طبعا بالفعل يعني الأجندة الدولية من 2/10 سبتمبر، لكن للأسف الشديد طبعا احنا بدأنا بدري ففوجئنا ان 6 لاعبين فقط انضموا للمنتخب الوطني في هذا المعترك المهم. طبعا للأسف الشديد طبعا الكل فيه ناس بتلتمس العذر للأندية، بتقول لك بتريح اللاعبين الخاصين بيها، لكن انا شايف ان ده يعني مثلا لما منتخب وطني يعوز لاعب حتى لو هو في بيتهم يجي طبعا. يلعب هو مثلا بيحتاج راحه مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن القصه كلها انت عايز اللاعب خلاص انت طلبته فمفترض يجي مباشره. يعني حتى اتحاد الكره لما طلع بيان بالامس على صفحته قال لك انا قلت الانديه ومحدش غير 6 لاعبين. طبعا هذا الاتحاد طبعا اتحاد ضعيف للغايه. المهم طبعا اللي انا عايز اقوله في القصه دي
وفي المقابل يا دكتور كان في اتحادات داخل الأولمبيات جابت لعيبة كبار جدا من منتخبات يعني من أندية كبيرة، فنحن نتحدث عن اتحادات قوية، لكن اتحادنا للأسف زي المغرب. المغرب طبعا اللي هي من أفضل المنتخبات الكروية على مستوى المنتخبات الأولى الوطنية الأولى، ثم المنتخبات الوطنية السنة الأولمبية، حتى السيدات، حتى الأندية. لا هناك أشرف رحيمي في مثلا، بص مش عايز أذكر أسماء لأن كثير جدا موجود الأسماء دي، وهو ما حد يقول يلا معنا معسكر معنا بطولة بيتم ضمه للأسف بيجي مباشرة. احنا للأسف شديد هنا الأندية في وادي والمنتخبات اللي هي أساسا معمولة علشانها الدوريات والأندية وادي اخر يعني للاسف شيء. المهم اللي انا عايز اقوله في القصه دي ان في الانتخابات القادمه فيها كواليس كاسيه جدا جدا، انا شايف اني من المفترض قبل اقامه هذه الانتخابات يجب تغيير او تعديل او ارساء التعديلات اللي تمت في مثلا قانون الرياضه اللي هو 71 سنه 2017، لازم تعديلات خاصه بيه في الجامعات العموميه في كل البنود الخاصه بيه، لان احنا لو اقمنا الانتخابات على نفس المنهج ولم نعدل فيه ونرسل مبادئ مهمه اللي هي خاصه بقانون تضارب المصالح اللي هو 106 ل 2013 اللي هو كان اعتمد السيد المستشار الجليل عدلي منصور، يبقى احنا هنمشي بطريقه مش كويسه، هنشوف فشل كثير جدا في الفتره القريبه، مش هنلاقي تبادل الاتحادات وحده. صحيح يا فندم. دكتور مدحت رشدي المحلل الرياضي ونائب رئيس تحرير اخبار اليوم كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما كل خميس بيكون عندنا قراءة للمقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقالنا النهاردة بعنوان لا أقدر أن أبيع مدينة السلام. تحدثت مقالة سابقة من سلسلة مقالات مدينة السلام عن حكم دولة المماليك لمدينة القدس الذي تجاوز قرنين ونصف القرن، إلى أن انتهى بأيدي العثمانيين بسبب ضعف حكام المماليك واندلاع الصراع، ما أدى إلى تردي أحوال البلاد. ثم كان الحديث عن بدء دولة العثمانيين وتوسعاتها التي وصلت إلى فتح مدينة القسطنطينية سنة 1517 ميلاديا، أما مدينة السلام فقد دخلت تحت حكم العثمانيين سنة 1517 ميلاديا في عهد السلطان سليم الأول الذي جدد سرها، ثم تعاقب اهتمام عدد من سلاطينهم بها. ومع تلاء محمد علي باشا عرش مصر أرسل جيشا بقيادة ابنه إبراهيم باشا إلى الشام، وسيطر على مدينة القدس سنة 1831 ميلاديا لتصبح تحت حكم أبيه مدة 10 سنوات، حتى عادت إلى العثمانيين سنة 1841 ميلاديا في عهد السلطان عبد المجيد الأول. وفي عهد عبد المجيد الأول في الفترة من 1861 إلى 1839 ميلاديا، وهو 31 في سلاطين العثمانيين، نشبت حرب بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية عرفت بحرب القرم، بدأت في أكتوبر 1853 ميلاديا واستمرت حتى مارس 1856 ميلاديا. ساند فيها الجانب العثماني كل من مصر وتونس وبريطانيا وفرنسا، وانتهت بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس، وقد كافأت الدولة العثمانية كل من انجلترا وفرنسا برفع علمي الدولتين على القنصليات في القدس، وهو ما أثار حفيظة أهالي المدينة على متصرفها كامل باشا. وفي أثناء حكم السلطان عبد العزيز في الفترة من 1876 إلى 1861 ميلاديا، كانت مدينة القدس تابعة لولاية سوريا، لكنها في سنة 1871 صارت مستقلة عن سوريا وخاضعة للباب العالي مباشرة. وقد قام السلطان عبد العزيز بعدد من الإصلاحات بمدينة القدس، منها رصف الشوارع والأسواق بالبلاط، وإنشاء طريق يربط بين وبين يافا، وطريق آخر يربطها بمدينة نابلس،
وبناء المسجد العمري قرب كنيسة القيامة. ثم كان اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1876 ل 1909 ميلاديا عرش الدولة العثمانية آخر خلفاء الدولة العثمانية الذين ساهموا بأدوار حقيقية في السلطنة، ففي عهده أقر دستور للبلاد وافتتح مجلس المبعوثان اللي هو مجلس البرلمان الذي مثل فيه مدينة القدس أحد كبار رجالها وهو يوسف ضياء الخلدي باشا. ومن مآثر السلطان عبد الحميد الثاني رفضه هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء أرض لهم فيها، ثم سماحه لهم بدخولها بغرض العبادة فقط في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وفي رسالة بشأن رأي السلطان عبد الحميد الثاني في بيع فلسطين لليهود بحسب ما ذكر بملف وثائق القضية الفلسطينية: لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدة من البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي، لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. لقد حربت كتيبتنا في سوريا وفي فلسطين وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر في بلفيا لأن أحدا منهم لم يرضى بالتسليم وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال. الإمبراطورية التركية ليست لي بل للشعب التركي، لا أستطيع أبدا أن أعطي أحدا أي جزء منها ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين دون مقابل، إنما لن تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان. ومن أعمال السلطان عبد الحميد الثاني إنشاء خط السكة الحديد بين يافا والقدس والمستشفى البلدي غربي القدس وبرج عال على سورها فوق باب الخليل، ويذكر عنه أنه منع إدخال الهاتف إلى البلاد. وقد خلع السلطان عبد الحميد الثاني بعد حدوث انقلاب أثارته جمعية الاتحاد والترقي التركية، ولا يزال حديث القدس يأخذنا والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. ده كان مقال نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا على هذه الكلمات. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معي. أهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة التانية اللي بتكون الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وأبرز المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي. بيسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. أستاذ رفعت بنرحب بحضرتك وصباح الفل. أهلا، صباح الخير يا أستاذ أندرو، صباح الخير يا أستاذة مارينا. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا دايما. أشكرك.
أشكرك الله يخليك. أستاذ رفعت خلينا نبتدي مع حضرتك من الهيئة الوطنية للاستعلامات، ورئيس الوزراء يتابع جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة السيد أحمد كوجك وزير المالية لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد. وقال المستشار محمد الحموساني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المدايين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة. أستاذ رفعت، كيف رأيت هذا الخبر وما دلالة قول رئيس مجلس الوزراء فيما يخص انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي؟ شوف يا أستاذ أندرو، طبعا الدين سواء الداخلي أو الخارجي اقترضته الدولة أو لجأت إليه لإنشاء العديد من أو العشرات من المشروعات القومية الكبرى وإعداد البنية الأساسية للدولة التي كانت متهرئة بشكل كبير جدا. طبعا سواء الدين الداخلي أو الخارجي له حدين اثنين، ان انا اسدد جزء من الاقساط اللي عليا، نمره اثنين الفوائد خدمه الدين. يعني مثلا انا يعني استلفت 100 مليون، المفروض ان كل شهر او كل سنه او كل اسبوع بسدد مثلا 10 مليون. فخدمه الدين الفوائد دي برضه لابد اعمل حسابها في عملية، لأنك لو ما بتسددش في معادك فالفوائد بتزيد فالموضوع بيبقى أصعب بلا شك. فهنا دلوقتي الاتجاه أو توجه الدولة، وزي ما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء بيقول إيه، لازم إن احنا نعمل الأول على الالتزام، أو مصر محافظة دائما على التزامها بسداد أقساط وفوائد الديون في معادها. نمرة اثنين، لابد أن نعمل من الآن أن الدين ده يتم خفض قيمته. إذا كان عندي مثلا 150 مليار، أنا أحاول أخليهم بعد شهور 145-135، على أساس أن أنا ولا أزيد من حجم الدين سواء الداخلي أو الخارجي. ده يتأتى إزاي؟ نمرة واحد، أن أنا من خلال التنمية العامة في الدولة ومن خلال قدرة الدولة على السداد تسدد أقساط الديون وفوائدها. نمرة اثنين، لا تلجأ إلى الديون الخارجية أو الداخلية إلا في أضيق الحدود. وإذا كانت هناك جهة تحتاج إلى اقتراض داخلي أو خارجي، لابد أن تقدم لمجلس الوزراء ما يفيد قدرتها على سداد هذا الدين، وبالتالي نبدأ نخفض الديون، نخفض حجم الفوائد اللي احنا بندفعها، وبالتالي ينعكس ذلك على مظاهر التنمية. لأن مثلا لو أنا بشكل مبسط موظف وورايا دين للبنك وليكن مثلا 10,000 جنيه، فأنا ما خفض قيمة الدين ده بان انا اسدد اجزاء منه كل شهر، بيبقى يقل عندي الدين اللي عليا، وبالتالي الالف جنيه ده ممكن يوصل ل500-400، والباقي ابدا استخدمه في مصروفاتي الشخصيه او مصروفات الاسره. بنفس المفهوم الفردي ده هو توجه الدوله في الفتره الاخيره او السنوات الاخيره بالعمل على خفض الدين بشكل كبير جدا. نمرة اثنين، الالتزام بسداد سواء أقساط الديون أو الفوائد المستحقة عليه.
صحيح. أستاذ رفعت، ننتقل للخبر اللي بعده، بيقول الحكومة تسمح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز لسداد مستحقات الشركات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعا لاستعراض احتياجات قطاع البترول وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية. وبحسب البيان، استهل رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية. أستاذ رفعت، حضرتك شايف إيه الاحتياجات الضرورية للنهوض بقطاع البترول لمصر، وكمان حضرتك شايف مستقبل الاستثمارات الأجنبية في مصر الفترة اللي جاية عامل إزاي؟ أستاذة ميرنا، استخراج البترول أو الغاز بيبقى من خلال شركات عالمية كبرى بنسبة كبيرة جدا. احنا عندنا الشركات بتاعتنا، اما ان تدخل مساهمة مع هذه الشركات او تتولى هي عملية الاستكشاف. اما اجي انا اتفق مع شركات اجنبية عن البحث عن الغاز على سبيل المثال، بيبقى في عقد مبرم بيننا اذا حصل ان الشركة الاجنبية عثرت على غاز، يبقى لها مستحقات او حصة من الغاز المستخرج وحصة بالنسبة للدولة اللي موجود على ارضها هذا الغاز وهي مصر. فالفترة او حصل فترة من الفترات احنا كنا بناخد طبعا حصة الشريك الاجنبي للاستهلاك المحلي، ولكن كان هناك بعض التعثر في سداد قيمة حصة الشريك الأجنبي. فبعض الشركات يمكن توقفت شوية عملية الاستكشاف، تأخرت، تكاسلت، بدأ دلوقتي الدولة تولي اهتمامها على عمل حاجة أساسية، وهي إن الشريك الأجنبي يحصل على مستحقاته، وأي اتفاق آخر جديد مع شركات أجنبية أخرى نلتزم نحن بسداد حصتها إذا اكتشفت الغاز. طبعا حصل استكشافات أخيرة للغاز وأصبح عندنا إنتاج. هنا بدأت مصر الحصة بتاعتها يعتبر بالنسبة لها فائض أو إنتاج جديد ظهر، فتبدأ تسمح بتصدير جزء من هذا الإنتاج عشان تعمل بيه حاجتين. الحاجة الأولانية تعطي للشريك الأجنبي حقه في المخصص ليه أو المتفق عليه. نمرة اثنين، إن أنا أصدر الجزء الإضافي ده ومن خلال العائد بتاعه أبدأ أستثمره أو أستخدمه في مجالات التنمية المختلفة. وده اللي صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هنا دلوقتي أصبح في صفحة جديدة في الفترة الحالية مع الشركاء الأجانب من الشركات الأجنبية المنتجة للغاز، انها تحصل على مستحقاتها، لان احنا بناخد المنتج بتاعها حضرتك وندخل السوق او الحصة بتاعتها. يعني مثلا انا لو بستخرج غاز وليكن مثلا 100 متر مكعب غاز، 60 متر لينا احنا و40 للشريك الاجنبي مقابل التكلفة اللي تكلفها في استخراج الغاز. احنا بناخد منه ال40 متر دول وضخهم اما في السوق المحلي او نصدرهم، فبلا شك يبقى له نصيب، له حصة، له عائد المفروض يسدد. دي كان حصل بعد التأخيرات، اتلغت التأخيرات دي واصبح الشريك الاجنبي بيحصل على حصته كامل. ده جانب. الجانب الثاني ان انا اشجع شركات اجنبية اخرى جديدة لعملية استكشاف الغاز، ومن خلال المنتج النهائي أبدأ أصدر منه للخارج لتوفير العملة الصعبة، سواء لاستخدامها عندي في المشروعات بتاعتي أو سداد حصة الشريك الأجنبي. طيب أستاذ رفعت، خلينا ننتقل مع حضرتك لمصر اليوم. مصر تدين الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية
في جنين وتول كرم وتوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين. واعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدينة الضفة الغربية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية. أستاذ رفعت، تحليل حضرتك للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل المستمرة وأيضا إدانة مصر لها. لا شك أن التصرفات البربرية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين أصبح العالم كله على مرأى ومسمع منها، وأعتقد أن ما حدث في غزة غير مسبوق في التاريخ الحديث والقديم من محاولة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة وتدمير البنية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي نفس التوقيت كانت إسرائيل بالنسبة للضفة الغربية تقوم بنفس الأعمال الهمجية تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كلها. لكن يمكن في 48 ساعة اللي فاتوا بدأت عملية عسكرية أوسع في جنين وطول كرم بحجة البحث عن أسلحة وعناصر كانت تدعي إسرائيل أن إيران بدأت تمد الفلسطينيين بالأسلحة التي تبدأ في إطلاق النار على الإسرائيليين أو مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وهذا غير صحيح على الإطلاق. الحقيقة أن هناك شعب أعزل يدافع عن نفسه وعن كرامته في على أرض وطني المحتل من قبل القوات الإسرائيلية منذ عام 1967. بلا شك أن ما يحدث في الضفة الغربية وما حدث ويحدث في غزة لا يمكن السكوت عليه على مستوى العالم. وهنا جاء استنكار مصر بشكل رسمي للعملية الممنهجة للتصعيد والاعتداء على الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في شمال الضفة الغربية. وللأسف تستمر إسرائيل في هذه السياسة الغير منطقية على الإطلاق والبربرية والتي تصل إلى حد الإجرام، كما حدث من إدانة من مختلف دول العالم من مؤسساته المختلفة من محكمة العدل الدولية. لكن للأسف تقف الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية مساندة لإسرائيل في جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، واختفى القانون الدولي واختفت حقوق الإنسان في مفاهيم هذه الدول في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني حتى الآن. أستاذ رفعت، ننتقل للحديث عن الأحداث في لبنان. ومجلس الأمن الدولي وافق على تمديد عمل قوات اليونيفال في لبنان لمدة عام، ومن جانبها قالت ممثلة فرنسا إنها تقترح تمديد عمل قوات اليونيفال لمدة 12 شهرا داعية كل الأطراف لوقف كل الأعمال العدائية وعدم التصعيد في المنطقة. ايه رأي حضرتك في تمديد عمل قوات اليونيفيل لمدة سنة ودورها الوقت اللي جاي؟ طبعا قوات اليونيفيل هي قوات طوارئ دولية تواجدت جنوب لبنان بقرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة للفصل ما بين إسرائيل وبين قوات حزب الله إذا جاز التعبير، أو رصد أي اعتداءات ما بين الطرفين حتى تعلم قدام العالم من هو الذي يبدأ بالاعتداء، وبالتالي محاولة حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان المشتعل. من هنا القوات اليونيفيل هذه أو قوات الطوارئ بتنفق عليها الأمم المتحدة، ويتم تحديد مدة بقائها بقرار من مجلس الأمن. من هنا جاء القرار الأخير بأن مدة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنة كاملة أخرى حتى تستقر الأمور في جنوب لبنان
لعل وعسى تهدأ الأمور، لكن للأسف الممارسات الإسرائيلية في هذه المنطقة سواء في جنوب لبنان أو بالنسبة لغزة والضفة الغربية لا تجعل إمكانية هدوء المنطقة على الإطلاق إنها يعني تتم، وللأسف مستمر القلاقل ومستمر الصدمات ومستمر الاعتداء سواء على الشعب الفلسطيني أو أرض لبنان التي حولتها إسرائيل إلى أرض مستباحة للطيران الإسرائيلي سواء الطيران الحربي أو الطائرات المسيرة أو قواتها العسكرية ومحاولة اعتدائها على المناطق الجنوبية من جنوب لبنان. طيب أستاذ رفعت، خلينا ننتقل للقضية الروسية الأوكرانية. من اليوم السابع الخارجية الروسية تستبعد إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل الهجوم على كورسك. استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك. وقالت زغاروفا إن المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب يرتكبون فظائع حقيقية في كورسك ويطلقون النار على المدنيين والمتطوعين ويدمرون البنية التحتية المدنية ويستهدفون الصحفيين ويخلقون تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء أي نوع من مفاوضات السلام في مثل هذه الظروف ومع نظام كييف. أستاذ رفعت، تحليل حضرتك لما قامت به أوكرانيا بالهجوم على روسيا، وهل فعلا زي ما بتقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زغاروفا، كيف يمكن إجراء مفاوضات سلام في ظل هذه الأحداث؟ أستاذ أندرو، أنت يعني كلنا نعرف أن أوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. أكيد. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا من ضمن الدول التي انفصلت واستقلت عنه وأصبحت من مجموعة دول أوروبا الشرقية. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، حلف شمال الأطلنطي، وبسبب ذلك وبموافقة الدول الأوروبية كان هناك اتجاه لأن تكون أوكرانيا ضمن دول حلف شمال الأطلنطي، معناها أن تتواجد قوات أمريكية أو قوات أجنبية على الحدود مع روسيا، وهذا هو السبب في أن روسيا رفضت ذلك وقررت أن تحشد قواتها على حدود أوكرانيا وطلبت أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف شمال الأطلنطي ولا تكون دولة نووية. لكن الدول الغربية لم توافق على ذلك، فبدأت روسيا تدخل الأراضي الأوكرانية لتؤمن نفسها وتؤمن المنطقة للأمن الدودي عليها. بدأ الغرب بكامله بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدعيم أوكرانيا بالأسلحة والعتاد والأموال بشكل غير مسبوق، ومن هنا أصبحت أو الذي يدور الآن هي بمثابة حرب عالمية ثالثة على أرض أوكرانيا. من هنا بدأ هذا الدعم الغربي، جعل أوكرانيا تحاول أن تعتدي في شمال الحدود بينها وبين روسيا على الأراضي الروسية نفسها لمحاولة الضغط عليها وبدء مفاوضات سلام تحت الضغط العسكري هذا، وده اللي رفضته روسيا تماما، لأن الدعم الغربي ليها ولأوكرانيا وإرسال مرتزقة بتمويل الغرب وأسلحة كثيرة جدا منها الصواريخ المتوسطة التي قد تصل إلى جزء من الأراضي الروسية والذي يزيد المنطقة اشتعالا، وتحاول أوكرانيا بهذا الدعم أن تضغط على القوات الروسية حتى تحقق بعض المكاسب، وقد تعتدي تدخل بعض المناطق في شمال الحدود بينها وبين روسيا لمحاولة الضغط على روسيا أنها توقف القتال من ناحية وتنسحب من الأراضي الأوكرانية دون اتفاق على وضع أوكرانيا بالنسبة لروسيا كيف سيكون خلال الفترة المقبلة، وهذا ما ترفضه روسيا تماما. وللأسف الغرب هو الذي يعني يضحي بالجنود الأوكرانيين وأوكرانيا في مقابل الصدام أو استمرار الصدام مع روسيا. لو أفاق زيلينسكي رئيس الأوكراني
من غفوته وما يبحث بشكل حقيقي عن مصلحة بلدي لجلس مع روسيا وخرج وأخرج مفهوم أن ممكن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي أو يرتمي في أحضان الغرب، هذا لن تسمح به روسيا على الإطلاق. وإذا حتى لو استمرت هذه الحرب عشرات السنين دفاعا عن الأمن القومي الروسي. الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الثانية، الفقرة الصحفية اللي حللنا مع حضراتكم فيها أبرز وأهم المنشطات اللي كانت متصدرة للمشهد الصحفي. فاصل سريع ومارينا هترجع مع حضراتكم وفقرة مهمة جدا 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 عن الطاقة الإيجابية. فاصل سريع خليكم معنا، رجعنا لكم. أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم عن الطاقة. الإنسان طاقة، كل حاجة في الكون عبارة عن طاقة، والطاقة فعلا علم مش مجرد كلام. كتير مننا لما بيقابل حد لأول مرة، ممكن الشخص اللي تقابله لأول مرة ده تكون مرتاح له أو حاسس إن أنت عارف الشخص ده من زمن كبير، ومرة تقابل شخص تحس إن أنت مش مرتاح للطاقة بتاعته أو في حاجة غلط، في حاجة أنا مش عارف أفسرها. فموضوع الطاقة ده مهم جدا، إزاي أنا أبني طاقتي، إزاي أنا يكون الهالة اللي حواليا أو الطاقة بتاعتي طاقة إيجابية، إزاي أحمي نفسي من أي طاقة سلبية حواليا مهما أشوف ومهما يحصل ومهما أسمع، أكون أنا اللي متحكم في الطاقة دي، ما كنش أنا مصدر تأثير للطاقة دي. فهنتكلم في الموضوع ده النهاردة بشكل مستفيض شوية مع دكتور نسرين كامل، استشاري تنمية بشرية وعلاقات أسرية. صباح الخير يا دكتور، منورانا في صباح مين. صباح الخير عليك، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا الكرام على قناة ميسا. أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية دكتور احنا عاوزين نتكلم عن مفهوم الطاقة، يعني ايه طاقة؟ يعني ايه حد ليه طاقة إيجابية ويعني ايه حد ليه طاقة سلبية أو طاقة غير مريحة؟ الطاقة اللي هي البوزيتيف انرجي عامة أو الطاقة الإيجابية هي طاقة بيستشعرها الفرد من خلال نفسه. الإنسان المتفائل هو الإنسان القوي جدا، الإنسان المتفائل هو إنسان عنده يقين وثقة بالله أولا، عنده يقين وثقة في نفسه، عنده قدرة على إن هو يتكيف مع المجتمع اللي هو عايش فيه، يقدر يحل مشكلاته بمنتهى السلاسة وبمنتهى القوة وبمنتهى العقلانية. إنسان من داخله إنسان متفائل، كل ربنا سبحانه وتعالى أنزل في كل الأديان التفاؤل، وربنا أمرنا بالتفاؤل. التفاؤل ده جزء من الإيمان، تفاؤلوا بالخير تجدوه. التفاؤل ده بيكون نابع من ثقة الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. كل الرسل وكل الأنبياء كان عندهم يقين وتفاؤل وعندهم طاقة إيجابية في إن هم قادرين على إن هم يبلغوا رسالتهم وإن هم يهدوا أقوامهم وإن هم يبلغوا الرسالة اللي أنزلوا بها من الله سبحانه وتعالى. إذن الطاقة الإيجابية بتنتج عن التفاؤل الداخلي للإنسان وإيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى أولا، وإيمان وثقته في نفسه الداخلية. يعني أساس الطاقة الإيجابية هو التفاؤل، هو الإيمان. طبعا ممكن أكون أنا عندي طاقة إيجابية بس موضوع التفاؤل ده معايا أن أنا بفكر بشكل عقلاني أكتر، يعني أنا لو شخص متفائل دايما فمش عايزة أقول ده معناه أن أنا مش بدخل العقلانية دايما في كل حاجة بحكم فيها حواليا، بس هل الطاقة دايما الإيجابية معناها أن أنا بقى متفائل مهما كانت الصعوبات حواليا؟ هي الطاقة الإيجابية هي دايما بتديك سبورت أو بتديك حافز أو بتبقى في دافع عندك أنك أنت قادرة دايما أنك أنت تواجهي أي مشكلات بتاعتك. في فرق ما بين الإنسان اللي عنده طاقة إيجابية والإنسان اللي عنده طاقة سلبية. لو مشكلة واحدة للاتنين، الإنسان اللي عنده طاقة إيجابية بيقدر يتعامل مع هذه المشكلة، بيشوف المشكلة بحجم واقعي زي ما حضرتك قلتي، بيحاول نمرة واحد بيحاول يدور على المشكلة دي، بيحدد مشكلته ايه. الحاجة التانية بيحاول ان هو يجد
حل لهذه المشكلة بيبقى في عنده دايما في فرق ما بين انسان سلبي انا شايف مشكلة عندي لا المشكلة دي استحالها اقدر احلها اذا هو بيتوقف حتى لو بشكل عقلاني كل الامور كل غير مؤشرات غير ايجابية غير ايجابية الايجابية بتديكي حافز بتديكي طاقة انك انت تقدري تحلها بتخليكي تقدري تفكري تفكير سليم بيبقى عندك نوع من الاتزان العقلي او التفكير الصحيح في حل هذه المشكلة اذا الطاقة الايجابية هي بتدفع الفرد ان هو يحل مشكلته الأشخاص واحد بس في فرق ما بين إنسان إيجابي وإنسان سلبي الإنسان الإيجابي هو اللي بينظر للجانب الجيد أو النقطة اللي بينظر لنقاط الإيجابية في موضوعه بيحاول إن هو يشتغل عليه الإنسان السلبي إن هو بيشوف ما فيش حل ما بيحاولش إن هو يفكر أساسا في حل المشكلة أنا محبط أنا متشائم أنا ما فيش حل لهذه المشكلة حتى لو مشكلة نقدر نحلها السلبية أو الطاقة السلبية أو الشعور باليأس أو الإحباط ده ما بيخليش الإنسان يكون عنده قدرة على التفكير أو حل المشكلة اللي بيقع فيها طب يا دكتور إزاي أنا يبقى عندي كذا مصدر للطاقة أستمد منه طاقتي الإيجابية المصدر الأساسي اللي قلنا اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنا دايما أنا عند حسن ظن عبدي ما دام عبدي عند حسن ظنه بي يبقى الإنسان دايما متفائل أنا عندي أمل في ربنا إن ربنا هيحل لي المشكلة دي دائما من أجمل ما نقول إن الأمل هو النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها بتكون شباك بينفتح للإنسان للأمل بتفتح الأمل لنفسك حتى لو كان الأمل ده ضئيل أو ضعيف إذن الطاقة الإيجابية أنك أنت بتحاولي دايما يبقى عندك حلول يبقى في عندك إيمان أو يقين يبقى في عندك نوع من القوة الشخصية أو الثقة في النفس اللي هي القدرة على حل أزماتك أو على حل مشكلاتك طب يا دكتور في الظروف اللي احنا عايشينها حوالينا يعني مش عايزة أقول إن كلها ظروف مأساوية بس في ظروف صعبة في حروب في حتى لما نفتح التلفزيون ممكن نلاقي أخبار كتير غير سارة إزاي أنا في وسط كل الحوالية دي الظروف اللي حوالية دي كلها أتحكم أنا في طاقتي ما خليش حد إن هو يأثر على طاقتي أو أخبار معينة تأثر على طاقتي لأن أنا لما أستمد الطاقة السلبية دي ضروري 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 هتنعكس على كل أفعالي في اليوم وهتنعكس كمان على علاقتي بالأشخاص اللي حواليا فإزاي أنا أكون متحكمة في الطاقة اللي أنا بستمدها من اللي حواليا ما كنش أنا مصدر إن أنا أفضل أسحب الطاقة اللي حواليا وأنا ما يكونش لي أي كنترول عليها الإنسان المتفائل دايما بيبقى عنده ثقة في نفسه الإنسان المتفائل دايما بيحاول إن هو ياخد المصادر الإيجابية من الحياة أو الجانب الإيجابي من الحياة أني أنا أكون إزاي إيجابي أولا أنا ببعد عن المصادر السلبية ببعد عن الأشخاص السلبيين أو المحبطين أو من يتسببوا في بث الروح السلبية بشكل دائم أخبار سيئة أول ما بتصحى بدل ما بنصحى حقيقي بنلاقي مشكلات إن المشكلات دي نقدر نتعايش معها لو إنسان متفائل وإنسان متشائم الإنسان المتفائل حيصحى من النوم بيحاول يدور على حاجة جديدة تمده بالأمل بيحاول إن هو يتبع ممارسة أو عادة يومية سماع موسيقى الرياضة بشكل طبيعي النوم الصحي الغذاء الصحي بيحاول ان هو يبدأ يومه بشيء يحفزه على ان يومه يبدأ سعيد الانسان المتشائم هبدأ اسمع الاخبار والغلاء والاثار اول ما بصحى اعمل لنفسي يوم سعيد او عادة يومية سعيدة ان الانسان يبدأ يمارس رياضة ده حلو جدا بيحفزه بيديله نشاط يستمد منه طاقته طول اليوم ان انا اسمع موسيقى ان انا ابدأ بالعبادات بتاعتي بيبقى فيه اليوم بتاع بيبقى جميل بس اقولك ابدأ يومك بتفاؤل غير ما نبدأ يومنا باخبار لو انا بادئ متفائل وسعيد وعندي اقبال هتقبل اي شيء هتقبل اي اخبار صعبة هتقبل اي مواقف صعبة هيبقى بداية اليوم انا عندي حافز نفسي ان انا هبدا يومي متفائل طب هل ممكن يا دكتور يبقى في تمارين مثلا انا اعود نفسي عليها ان انا اول ما اصحى مثلا زي ما حضرتك قلتي ما افتحش اخبار على طول ايه ممكن انواع التمارين اللي ممكن تساعدني ان انا دايما ابقى في حاله ايجابيه في طاقه ايجابيه
فترة الاستيقاظ، اولا الاستيقاظ مبكر ده الصبح بدري قوي، احنا عارفين الاكسجين والهواء الجميل اللي بقى في فترة الاستيقاظ صباحا، ان البني ادم اول بيصحى ان انا بقعد ولو 5 دقايق ولو 10 دقايق يوميا، ان انا ببدأ يومي بتمارين رياضية، ان انا استنشق هواء نقي، ان انا بحفز ان الاكسجين يدخل الجسم يبقى فيه نوع من النشاط، ممارسة رياضة لمدة 10 دقايق مع سماع موسيقى، مع سماع قرآن، مع اي شيء يديكي نفسية جميلة. بداية بقى بالغذاء الصحي، او نبدأ بيومنا صحيا، العادات الصحية اللي هي تناول الوجبات الصحية، الحاجات اللي هي او الاطعمة الغنية بالأوميجا 3 بتديكي طاقة. الأطعمة كمان بيبقى ليها تأثير على طاقة الإنسان في اليوم طبعا، اكيد، حتى لو طاقته سلبيه وايجابيه، مش اللي هي الطاقه البدنيه، لا الطاقه النفسيه. في حاجات بتديكي زي الشوكليت مثلا بيديكي نوع من الطاقه الحلوه جدا، الحاجات اللي هي القهوه بتدي طاقه حلوه قوي للجسم، الناتس او المكسرات بتديكي، اي حاجه في الاوميجا 3 او المأكولات الخفيفه، الفواكه الخفيفه بتبدا ان هي تنشطك وتعمل معاكي على تحفيز داخلي او يبقى عندك نشاط بدني. النشاط البدني بيساعدك على الحركه، الحركه بتساعدك على التفاؤل عكس الكسل. لو اخدتي وجبات كتيره وجبات دسمه بتقفلي يومك خلاص، بتحسي بالخمول وبتحسي كده مش قادره، لا قادره تتحركي ولا قادره تشتغلي، ويبقى دايما عندك نوع من الثقل، بتبقي حاسه بالكسل وحاسه بالارهاق الشديد. يبقى احنا لازم نغير في عاداتنا اليوميه، ده من التحفيزات النفسيه اللي بتدي بني ادم طاقه وايجابيه كبيره. اذا فعلا كل حاجه في الكون عباره عن طاقه، حتى الاكل اللي احنا بناكله عباره عن طاقه. عايزة أسأل حضرتك بقى، أنا دلوقتي كإنسان متزن قدرت أن أنا أتحكم في الطاقة بتاعتي، قدرت أن أنا أبقى شخص متزن في الطاقة بتاعته، ما يكونش مصدر لامتصاص الطاقة السلبية اللي حواليه، إزاي أنا أربي أولادي أن هم يبقوا زي، أعرفهم إزاي يخلوا بالهم على الطاقة بتاعتهم، يتحكموا في الطاقة بتاعتهم، أغرس ده إزاي في طفلي من وهو لسه صغير خالص؟ اولا قلنا العادات اليوميه، النوم مبكر ده بيدي الجسم راحه تامه، فبالتالي ان الطفل لما بينام بدري وبيصحى بدري بيبقى عنده نوع من النشاط البدني حلو جدا، بيبقى هو اخد كفايته من النوم واخد الراحه الجسديه، بيبدا ان هو يمارس يومه بشكل نشط او طبيعي. نمره 2 زي ما قلنا الغذاء الصحي مهم جدا، التمرينات الرياضيه بتساعد الجسم وبتنشط الجسم وبتنشط البدن، بتدي طاقه ايجابيه للطفل، لو اتعود ان هو دايما يدي بشكل يومي يمارس اي رياضه، حتى لو كانت المشي او رياضه المشي او رياضه بسيطه بيمارسها الطفل. الحاجه الثانيه ان هي تنظيم الوقت، بنحاول دايما ان احنا ندي اولادنا تفاؤل، بنعلمهم ان احنا نبقى متفائلين، لو قابلت اي مشكله عادي، في بنواجه صعوبات للحياه كتيره جدا، بس احنا بالتفاؤل نقدر نحل المشكلات اليوميه. يبقى دايما المشاكل دي انا رد فعلي عليها هينعكس على الاسره كلها، مش هينعكس بس على نفسيه الطفل او على شخصيه الطفل لما يكبر. ازاي انا اواجه المشاكل دي بشكل متزن، ان انا ما اكونش لا بكبر من حجم المشكلة ولا كمان بتفه منها، أديها حجمها المعقول، واللي أنا كمان إزاي أقدر أتصرف تصرف متزن في هذه المشكلة. الإنسان الإيجابي عادة أو التفكير الإيجابي أو الطاقة الإيجابية بتخلي البني آدم قادر إن هو يرى المشكلة بحجمها الطبيعي. مشكلة لو كانت صعبة بيفكر في إيجاد حل لهذه المشكلة، بديكي نوع من التوازن النفسي، نوع من التفكير السليم في حل المشكلة، بديكي نوع من الموضوعية، انك تقدري تحل المشكلة بتاعتك بموضوعية. بنحدد حجم المشكلة اللي عندنا وبنقدر إيجاد الحلول المناسبة ليها. الطاقة الإيجابية بتدي الإنسان نوع من الهدوء النفسي أو الراحة النفسية، وأنا عندي نوع من الهدوء النفسي أو بفكر بشكل سليم. انما لو اكون انا متوتر او اكون عندي نوع من الاحباط او عندي نوع من الياس، انا ما بشوفش المشكله اصلا، فبالتالي مش بقدر احدد حجم المشكله ايه. انما الطاقه الايجابيه بتديك نوع من التوازن النفسي، نوع من الهدوء النفسي، نوع من التفكير السليم لايجاد حل للمشكله اللي الانسان بيقع فيها. طب يا دكتور، ننتقل بقى لجزء تاني خالص، اللي هو لو انا في حد او شخصيه انا عارفاها، الشخصية دي مش بتقدر تتحكم في الطاقة بتاعتها، دايما بتبقى تمتص الطاقة السلبية اللي حواليها، دايما ردود أفعالها يا بتبقى فيها استهوان بالمشاكل اللي حواليها أو مهانة بالمشاكل اللي حواليها أو بتكبر من المشاكل اللي حواليها، فبالتالي
طاقة الشخصية دي غير إيجابية، إزاي أنا أحاول إن أنا أأثر على الشخصية دي وإن أنا أخليها تتعامل بشكل متزن، أو يعني تتعدي من طاقتي الإيجابية زي ما نقول كده عادي؟ يعني في نوعين من الأشخاص، في إنسان بيكون متفائل بطبعه وفي إنسان بيكون متشائم بطبعه. الإنسان المتفائل دايما بتبقى نظرته إيجابية لكل الأمور، حتى لو في مشكلة بينظر لها من الجانب الإيجابي بيبقى دايما متفائل وعنده ثقة في أن المشكلة دي هتتحل. وفي إنسان بيبقى متشائم أو عنده الطاقة السلبية بتبقى أكتر بكتير من الطاقة الإيجابية. الإنسان ده بياخد من مجهودك جدا، مش بتحاولي بتقدري أنك أنت تخففي من حدة في مشكلة. لو في مشكلة بيبقى هو دائما هي في فعلا ناس مستنزفه للطاقه، التعامل معاها بيستنزف طاقتك، بيستنزف طاقتك بجد، بيديك احباط شديد جدا. لو عايزه مشكله، عندك مشكله، بيحاول ان هو يقولك لا المشكله مش هتتحل، لا هتحلي المشكله ازاي، او حتى لو ليها مليون حل ما فيش حل. في اشخاص سلبيين بجد، في اشخاص بوصي الابتعاد من اهم السلام، من اهم طرق السلامه او الصحه النفسيه هي تجنب والابتعاد عن المحبطين، لان في اشخاص بالفعل محبطه، لان انا ممكن بدل سيئة. ما أنا احاول اثر عليه يأثر تأثير سلبي عليك. لو عندك أمل أو طاقة يفضل لا ده غلط، ده مش هتحلي، لا ده في مشكلة، ده شايفة بيخلق نوع من كم سلبي غير طبيعي. التأثير السلبي بيأثر على الآخرين، لذلك إحنا المفروض إن إحنا نتفادى أو نتجنب الأشخاص السلبيين، إلا إذا اضطررنا للتعامل معهم. التعامل معهم تبقى أنت بالثبات، نتعامل معهم كل يوم، تبقى حضرتك بالثباتك الداخلي، أنا عندي قناعة إني أنا عندي أي شيء، الشيء ده أنا هقدر أتعامل معاه بشكل صحيح. ده ما يأثرش، بالعكس ده انت تحاولي انك انت دايما تدافعي عن وجهة نظرك الصحيحة، وتدافعي عن الطاقة الموجودة قدامك، وتدافعي عن الامل عندك، يبقى في عندك حافزية داخلية تقدر تخليكي دايما متمسكة بموقفك اللي هو صح، او اللي هو الموقف الايجابي اللي هتتعاملي بيه في حياتك. يعني مهما يحصل انا احاول ان انا احمي نفسي او ابني سور بيني وبين الشخص اللي قدامي، ان هو حقيقي يبقى عدم التاثير بيه. تبقي فاهمه احنا بنفهم الشخصيات اللي بنتعامل معاها، المفروض كلنا بنبقى في ناس حتى لاول مره بنشوفهم يا دكتور احنا بنحس بطاقتهم، حقيقي ناس لاول مره بنقابلهم في الحياه ما نرتاح لهمش، في ناس نحس ان احنا بقالنا سنين عارفينهم فعلا. الناس بتديك بصي الراحه، السمات الانسان اللي انت بتحبي ترتاحي معاه، الانسان المتفائل دايما، الانسان المبتسم دايما، الانسان اللي عنده حلول بيحاول ان هو يلقى حلول ولو بسيطه، ما هي مش لازم الحلول تبقى حلول جذريه تقدري تحلي المشكله، لو حل بسيط جدا هتلاقي الانسان ده متفائل، الانسان ده بيديك راحه نفسيه. الفرق ما بين الانسان الايجابي والانسان السلبي ان الانسان الايجابي هتلاقيه مبتسم دايما، انسان هادي نفسيا، عنده هدوء نفسي، إنسان بيتعامل بعقلانية شديدة وبتفكير شديد، تلاقيه إنسان محب للآخرين. فبالتالي بتلاقي كل ناس، بتلاقي إحنا فينا أشخاص بتشوفيها بتبقي حابة إنك تتكلمي معاه، بتبقي مرتاحة نفسيا، بتديك أمل، بتديك تفاؤل، مجرد الابتسامة اللي بيبتسمها الشخص دي بتريحك نفسيا. مجرد الكلمة الطيبة، يقولك الكلمة الطيبة صدقة، هتبص تلاقي الكلمة الطيبة دي بتريحك، تأثيرها النفسي عليكي تأثير رائع. بخلاف الأشخاص السلبيين اللي هم طول الوقت مكشرين وطول الوقت ناقمين على الحياة وطول دايماً الوقت دايما في شكوى، دايما شكوى دائمة، اي حاجة حلوة بتتشاف حواليهم دايما حقيقي. انا لو زي ما بنقول كده نص الكوباية المليان، لا دي مش موجود، فيش كوباية اصلا فيش هو دايما الانسان المتشائم بيبقى انسان محبط، وانسان محبط هو محبط نفسيا، وهو انسان بيصدر الاحباط لغيره، هتلاقيه طول الوقت متشائم، ما عنديش حل، ما عنديش تفاؤل، والكلام ده خطا، الكلام ده خطا دينيا، لان ربنا سبحانه وتعالى كبير وقادر ان هو يحل اي مشكله. الانسان بربنا اداك ثقه في نفسك، تقدر من خلال ثقتك في نفسك، من خلال مهاراتك، من خلال عقليتك، انك انت تقدر تتعامل بشكل جيد. دكتور نسرين كامل استشاري تنمية بشرية وعلاقات أسرية، أنا بشكر حضرتك على وجود حضرتك معنا النهاردة وعلى الطاقة الإيجابية اللي احنا استمدناها من حضرتك النهاردة. مرسي لحضرتك، مرسي، نهارك سعيد، ودعوة للتفاؤل والطاقة الإيجابية، ودايما نقول تفاؤلوا خيرا تجدوا. أكيد يا دكتور، بنشكر حضرتك مرسي. وبشكر حضراتكم كمان على متابعة حلقتنا النهاردة، نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج صباحني، يومكم جميل.